السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناتي، قناة شيرين نديم. في فيديو جديد بقدم لكم النهاردة حاجة من روائع الأدب الإنجليزي، ملحمة شعرية بعنوان بارادايس لوست، كتبت بواسطة الشاعر جون ميلتون اللي أنا قدمت لكم قبل كده السوناطة بتاعته بعنوان On His Blindness. طبعا الملحمة الشعرية دي عبارة عن two versions، الفيرجن الأولاني 10 كتب والتاني 12 يعني 12. هنتكلم بطريقة مبسطة شوية، أو هنقول يعني المختصر المفيد في الموضوع بتاع الجنة المفقودة ده. جون ميلتون حاول يتكلم عن ايه، وحاول يعمل استعارات بايه، وحاول يوصل لنا اصلا ايه الفكرة الاساسية من وراء بارادايس لوست، وايه هي البارادايس لوست، الجنة المفقودة دي اللي هي الجنة اللي احنا عارفينها، ولا جنة خاصة بيه، او يقصد بيها الزمن بتاعه اللي هو القرن ال17. Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree, whose mortal task brought this into the world and all our woe. With loss of Eden till the greater man restore us and regain the blissful seat. Sing heavenly. السطور البسيطة القليلة اللي أنا قريتها دي من البوك نمبر 1 في الملحمة الشعرية الكبيرة بارادايس لوست. بيتكلم فيها عن إيه؟ بيتكلم عن عدم الطاعة من البشرية، واللي تسبب في الشجرة المحرمة، والطعم ما نقدر نقول الطعم الحزن او الاسى اللي احنا عايشينه بسبب هبوط سيدنا ادم وسيدة حواء من جنات عدن، وعشنا احنا في الدنيا المليانة بالاهات وبالعذاب، ويعني الالم الاسى القهر، يعني كل الاهات، يعني مجموعة في كلمة ووو. فعرفنا من كده ان جون ميلتون بيقصد جنات عدن اللي ربنا ذكرها عندنا في القرآن، واللي كان بيسكنها سيدنا آدم اول ما خلقوا ربنا والسيدة حواء. Paradise Lost, an epic poem written by John Milton in the 17th century. The first version consists of 10 books with over 10,000 of blank verse, and the second version consists of 12 books. It is considered to be Milton's masterpiece. بيقول لك ان ملحمة الجنة المفقودة هي ملحمة شعرية كتبت بواسطة جون ميلتون في القرن 17، والفيرجن أو النسخة الأولانية منها تحتوي على 10 كتب فيها أكتر من 10,000 شعر. بلانك فيرس ده اللي هو الشعر اللي بدون قافية أو النثر، يعني اللي هو ما بيبقالوش نهايات متشابهة. And the second version بيحتوي على 12 زي ما أنا قلت لكم 12 كتاب، ودي تعتبر تحفة فنية خاصة بجون ميلتون. ده يعني الملخص بتاع المعلومات اللي عن بارادايس لوست. يعني اللي غاوي نثر وشعر هو اللي بيعرف يقدر الحاجات دي. الجنة المفقودة كمان this poem is influenced by the Christian mythology considered as biblical. The story of the fall
of man when losing paradise due to temptation from Satan to Adam and Eve. John Milton was about 60 years of old when he published this poem. مقصود بأن القصيدة دي تأثرت بالميثولوجيا المسيحية وتعتبر إنجيلية، يعني زي نصوص الإنجيل أو متأثرة بالنصوص اللي موجودة في الإنجيل، وهي عن قصة هبوط سيدنا آدم والسيدة حواء من الجنة وخسرانهم للجنة بسبب الإغواء بتاع الشيطان ليهم، والناس اللي انتقدوا الملحمة الشعرية دي، هو كان النقد في الأغلب كان إيجابي وبناء لأنها طبعا فعلا تحفة فنية زي ما احنا قلنا. كان جون ميلتون عنده حوالي 60 سنة لما نشر الملحمة الشعرية دي، فقدروا يفهموا النقاد ان هو اشتغل على الحاجة دي من بداية شبابه، ولكن اللي عطلوا عن نشرها واستكمالها هو الحرب الأهلية اللي حصلت عند الإنجليز، وهو تأثر في ظروف الحرب دي، ولذلك هو يعني ايه يمكن كان بيحسن في الكتابة النثرية دي، وعلشان كده احسن، يعني احسن ما وصل اليه من الابداع بتاعه وقت ما نشر الملحمة الشعرية دي وهو في سن 60. كمان هو زي ما انا قلت لكم في on his blindness، هو فقد بصره، فاضطر ان هو يلجأ لزملائه وتلاميذه واصدقائه ويعتمد طريقة الاملاء ان هو يملي عليهم السطور او الافكار او الابيات اللي هو عايز يكتبها ويسجلها في الملحمة الشعرية بتاعته دي، علشان يوصل للناس خلاصة الفكر بتاعه وخلاصة الإبداع بتاعه اللي استغرقت منه سنين عمره دي كلها. ولذلك الحاجة اللي بيكتبها عادة الأدباء ما بيكونش مقصود بيها حاجة معينة محددة، ده بالعكس، ده تأثير الظروف اللي حواليهم دايما بيكون بينعكس جوه القصة أو الشعر أو النثر أو الرواية اللي هم بيكتبوها. القصيدة بتحتوي على 2 رواة. الراوي الأول بيتكلم عن الشيطان لوسيفر اللي بيغوي الإنسان من أول سيدنا آدم، وبيتكلم عن الفترة اللي كان الملائكة دول سكنوا الأرض قبل الإنسان، فحربوا بعض وأغضبوا ربنا، وما ما كانتش الحياة كويسة زي ما احنا مذكور عندنا في سورة البقرة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ده كان بناء على ان حصلت حروب بين الملائكة وصراعات وغيرة، فده اللي سبب ان في فرع من الملائكة اللي كانوا تابعين للشيطان ما كانش عاجبهم فكرة خلق الانسان، او مش عاجبهم ان الانسان يكون خليفة ربنا على الارض. المهم النريت التاني او الراوي التاني بيتكلم عن سيدنا ادم وعن السيدة حواء وازاي تم اغوائهم عشان ياكلوا من الشجرة المحرمة، وبعد كده يفقدوا الإقامة بتاعتهم في الجنة وينزلوا على الأرض ويتعرضوا ونتعرض كلنا للابتلاءات اللي احنا بنعيشها، ونبقى دايما في امتحان ان احنا نطيع ربنا او ان احنا نستمع لوسوسات وأغواءات الشيطان. علشان كده القصيدة لما مقسومة على 2 رواة ده شيء جميل جدا، ان هو يعني زي ما يكون قسم لنا كل العالم للجزئين دول. هي اصلا الحياة كلها الجزئين دول، الجزء اللي قبل احنا ما نيجي، وازاي الشيطان ده بقى متكبر ومغرور وبيحارب الانسان من بداية
تخلقه، وازاي البني آدم للأسف ساعات بينضحك عليه او بيتوسوس له او بيتم إغوائه، فبيفقد رحم، يعني بيفقد ميزة من المزايا اللي ربنا مديها له، زي حكاية سكن الجنة، ويبتدي يعيش على الأرض ويتعرض لابتلاءات وامتحانات علشان برضو لما يرجع تاني يوصل لربه ويدخل الجنة يكون عدى من الامتحانات الصعبة كتير اللي هو بيواجهها في الدنيا. بتبتدي البويم أو الجزء الأول من الرواية عن الشيطان بعد هبوط الملائكة على الأرض وهزموا وتم إبعادهم أو نفيهم إلى جهنم. فبيقولك البيجينينج it begins with the Satan after the fall of angels who have been defeated and banished to the hell. بعد كده النريت التاني the story of Adam and Eve temptation whose fall are fundamentally different. طبعا دي حاجة كلنا عارفينها ان الشيطان لما اعترض على خلق آدم أو كونه خليفة الله على الأرض، قرر إن هو لما ربنا عاقبه عشان الكبرياء والتكبر بتاعه وإن هو تكبر ورفض يسجد لآدم، ربنا وعده بجهنم هو وكل اللي يتبعه من الإنس والجن. يعني هو طبعا توعد لابن آدم بأنه هو ياخده معاه جهنم، علشان كده هو عمل التمتيشن دي لآدم وحواء وكل نسلهم علشان ما يروحش النار لوحده، علشان يفقدوا جنات عدن والنعمة الكبيرة بتاعت ربنا عن طريق أنه هو يقعد يوسوس لهم ويلعب على أحاسيسهم وعلى أماكن نقط ضعفهم علشان يستسلموا للمال، للطمع، للثروة، للفلوس، للمناصب وخلافه. طبعا زي ما انا قلت لكم بخصوص موضوع بارادايس لوست، انا يمكن سبقت شوية السلايدز اللي انا عاملاها، لكن جون ميلتون حاول يخرج تجربته الشعرية الى النور، لكن الحرب الاهلية الانجليزية اجلت المشروع الكبير بتاعه ده حتى صار في 60 من عمره، ولذلك تعتبر الملحمة الشعرية دي هي خلاصة اجتهاده على مدى سنوات من عمره، فقد بدأ فيها منذ عمر الشباب ولكنه تأخر في نشرها وكان قد فقد بصره. أنا دايما بفكركم إن أنا لما عملت On His Blindness كان هو خلاص فقد بصره، لذلك استعان بالتلاميذ بتوعه والأصدقاء عشان يمليهم الأبيات النثرية بتاعته ويكمل المشروع بتاعه. الملحمة دي ساهمت في إن هو سمعته تكون كبيرة بين الشعراء الكبار الإنجليز واعتبروها تحفة فنية. بسبب إيه بقى؟ إن النقاد هم دايما اللي بيعرفوا يشوفوا الحاجات الخفية، لأن هو عمل البلانك فيرس ده ما كانش مستخدم في الزمن بتاعه اللي هو القرن 17، كان بيستخدموه الشعراء اليونانيين القدام والرومان في روما واللاتين القدام، اللغات اللاتينية كانت بتستخدم النوع ده من البلانك فيرس ده، زي الناس اللي دلوقتي بتعمل حكاية الخواطر دي. فهو عمل كده في نوع من القصائد ما كانش متوفر في الوقت بتاعه، فده نوع من العبقر. كنا بنقول ده نوع من العبقرية ان هو يقدم ينظم شعر او نثر غير درامي بالطريقة بتاعت البلانك فيرس دي، النظام النثري اللي بدون قافية او نظام الشعر اللي بدون قافية. دي نوع من المهارات، والنقاد قدروا ان هم يسجلوا النقطة دي
ان دي شكل من اشكال العبقرية في الزمن ده اللي هو القرن ال17. قبل ما نختم عايزه اقول لكم ان كل واحد فينا ممكن يكون له جنة مفقودة. لما يكون عندك نعمة ربنا مديها لك لازم تحافظ عليها ولازم تقدرها، وإلا هيجيلك الشيطان يغويك ويخليك تفقدها. انت بإيدك، انت بنفسك اللي هتفقدها، وهتبقى مقتنع جدا وانت بتفقدها، بس ده هيكون وسوسة شيطان. خليكم حريصين دايما وعرفوا ايه النعم اللي ربنا مديها لكم وحافظوا عليها علشان ما تفقدوش حتى الجنة وانتوا على الأرض. خليكوا دايما صحيين، وأي حاجة تحتاجوها في النصوص الأدبية الإنجليزية أنا أتمنى أن يكون الفيديو ده عجبكم، وأتمنى لو طلبتوا حاجة تانية هعملها برضو إن شاء الله.